علي الطلاق ما ينفذ عبد الله ذا الاحكام لو تمشي على راسك. وقف 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 انا اللي منادي الرجال. اسمع وقف تليك شوف 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 صل عندي. اول شيء انت نفذ حكم عزيز نفذ حكم عزيز بعدين هرجع اعطيك كف على وجهك وبالعميوت. اسمع عبد الله مخلص تم بكيفك. تبغى تنفذ قول بنفذ، ما تبغى تنفذ قول يا ولد اعتذر منكم ما بنفذ. عبد الله امون عليك ما يحتاج بوجه لا احكام لا ليه شوف صاحب عبد الله والله ما اعطيك احكام الا انا اللي ارضى بها اسويها. لا 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 وتس... شوف شوف انزل الناس منازلهم ما تنفع احكام على وجه عبد الله مخلصني انا اللي طب اصص وق وق طب صل على النبي اخوي بهاج لك قلبي صل على النبي وش الاحكام اللي تليق فيه يلا عطني احكام يا اخوي مثل ايش عط عط انا اعلمك مثل وشو مثل وشو رجال رسمي بهاج اسمع اسمع الاحكام طيب يا شيخ لكن في ناس فيه ناس مثلي انا علم مثلي انا في احكام انا يا بهاج تطلع قدام الناس يتقبلون. عبد الله مخلص شكله يسوي بشم ولا عبد الله مخلص جالس مدري لا انا ما ما له شغل يا بهاج فهمني 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 حن داخلين لا 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 صح وقف 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 هنا لعبة توك توك ما في كبير صغير لا ما في لا والله ما في لا والله ما في حن داخلين لعبة جولة طقطقة أما احكام طيب يعني تخيل يا بهاج لك تخيل يا بهاج 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 ابو محمد معليش وكلامكم على المتمه لا لا عبد الله يقدر يرفض يقول الحكم ذا ما اقدر الحكم ذا ما اقدر ما في مشكله انت جا انت جايبه ما انت جايبه تسولف عليه فهم ايوه ما انت مستحل انت جايبه خلاص بيض الله وجهك يكملنا والسادس ما يقدر لك حق عبد الله تقول ما اقدر عادي تخيل اقول ما عطنا حكم ثالث طيب ايه بعدين عنده عنده